تسود حالة من الاستياء الشعبي في العراق بعد قرب موعد الانتخابات العامة والتي يفترض أن تنتج حكومة وبرلمانا جديدين بسبب تكرار الوجوه والشعارات نفسها في كل انتخابات تجري في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي قبل نحو عقد ونصف. فأكثر من 30 حزبا وكتلة سياسية تكرر الشعارات والوعود نفسها التي رفعتها عامي 2010 و2014 خلال الانتخابات التشريعية، شعارات توفير الأمن والسكن والقضاء على الفقر والبطالة وإنهاء الطائفية والتمييز وتوظيف الكفاءات والخريجين الجامعيين وبناء المستشفيات والاهتمام بالشباب والرياضة وتأهيل المدارس، كلها مكررة منذ عام 2005 ولا يوجد أي تغيير ولا أي تقدم من الناحية السياسية والخدمية. كاميرا برنامج مع الناس تجولت بين سكان منطقة البياع في بغداد الذي يعاني من سوء الخدمات لا سيما البلدية وما يتعلق بأعمال النظافة والصرف الصحي، وقد نقلت الكاميرا آراء الناس وهمومهم. أما هاي الحكومة ما قدمت أي شيء للمواطنين العراقيين إلا الدمار والتفليش والقتل وأي شيء ما قدمته منه. وهل سيردون عندنا انتخابات؟ من اللي ننتخب؟ على من ننتخب؟ نفس الوجوه نفس البهدلة، مو؟ فماكو شيء جديد عندنا، أريد تغييرها، تغيير الوجوه حتى بلك اللي يجي جديد يعمل عمل خير البلد، لأن البلد انباع، البلد الدهور، البلد أمانة الأمانة بايس، فلشت البيوت، فلشت العالم، دمرتهم الناس قاعدة بهتشوال، يعني شنو الفائدة بعد؟ والله على والله يتغيرون الوجوه، لكن من يغير؟ من يتغير؟ شنو اللي يتغير منهم؟ نفسهم، واللي يجيبون من نفس العنصر مالهم كوجه، ولكن هم يرجعون نفسهم. شو هذا الموجود عندنا العدد؟ إذا ما ننتخب نفس الوجوه اللي انتخبنا هي نفس الوجوه، هي لكن إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي يغيرهم. يا بنت يحكي لك الصدق، والله كل شيء ما قدمهم، الله كتبه ورسله ما قدمهم. زين؟ إيه هاي ما أنا أقول لك ما قدمهم، لا شارع مبلط، لا شيء مجاري ما تشتغل، كل شيء ما تشتغل. هاي بس عارين بالانتخابات وقال مرشحين فلان مرشحين فلان كتلة ومرشحين هاي لا زايدة ولا، وكلهم تعرفون كلهم، حتى هم يعرفون هم شنو يعرفون. هذا الإعلام الحر كل شيء يحكي، اسمه أنور الحمداني غيره ما أدري شنو، كلهم يحكون يقولون ما قدموا كل شيء لهذا للدولة، كل شيء ما قدم. شو قدموا؟ خدمات للناس، وهاي شو يريدوا من عندهم؟ المواطن العادي شو يريد؟ شنو اللي يريده؟ يريد يصير وزير، يريد يصير مدير، يريد كل شيء ما يريد يصير، بس مجرد يقدموا خدمة للناس لا أزيد ولا. هاي شو يريد من عندهم؟ خلي يسحبون النفط كله ياخذون، شو يريد ياخذون؟ خلي ياخذون، بس يقدموا خدمة للعالم، هاي للناس. وإن شاء الله ما انتخب، لأن ماكو فايدة، نفس الوجوه. نفس الوجوه هم يجون انا الف لا الف لا الف لا طلع فلان من صبحه قال انا الاول وانا الثاني، هاي كلها ما هم كل اقول لك هم ينتخبون ولا ما ينتخبون ولا اني ولا غير ولا هاي، هم باقين نفس الوجوه. الله وكيلك، انا اعلف لك يمين واكون اشوفك ورا هاي واقول لك هاش قلنا. ما حصلنا بس شلاع القلب والفقر والجوع والهضم، وأولادنا كلها راحت، وظلينا حفاكات النجاع وقاعدين بالأسواق عود نبيع ونشتري، والبيع ما يساعد وسوق ماكو والعالم ما عتها. وأرجو من الحكومة الأهم صدق عتهم غيرة وعتهم مروة يبذلون للشعب ويخلون العالم تعيش، يعني هم يفلهدون وإحنا طايحين بيها. العراق أبو النفط أبو الذهب،
وتالية احنا نسوان وزلم قاعدين بالسوق كنا مجادية، اصلا عيب عليهم، خز على شواربهم. وارجو منعتهم يفتحون لنا القرات اخذت البلدية مال السوق، وماكو داعي احنا نسوان ولدنا راحت وظلنا دايحين، ليش نعيش نروح ندق دروب؟ ما يصير، اخذوا غصب شو اسمه الذكار. وانا هلا حاشيك مرض عندي قلب وعندي شرايين مسدده وعندي ضغط وعندي ذبحه وعندي روماتيز بالرجلين، بس مجبوره اقعد ارد اعيش، وعندي يتامه اولاد ابني. ابني اليوم له 10 ايام سويت عمليه هذا الكبير عيني 15 مليون بالكفيل، بحت السياره وتدينت وبخص كل حال، والله العظيم هسه سرمايه ما عندي بعد شتريد. يعني الحل شلون ويا حكومتنا؟ غير لازم يسوي لنا حل، يسوي لنا شاره. لا هو كل من يفرهد له، ما الله والديك، كل من يفرهد له واحنا طايحين بالنار تحرق، ما يصير ما يصير، لازم يسوي له حل. ارجو منهم صغيرهم وكبيرهم يسوي حل للشعب. الشعب تحطم، نسوان كل وحده تفك المصلوب جدي، يعني احسن ما تدق دروب. ويسوون لنا قراج بالسوق، سووا لنا راتب بي خير، يعني انا اخذ 575 كل شهرين، وصفتين بالحرثيه ما يكفلني. والله عندي سياره شريتها ب 14 مليون بعتها ب 7 ملايين الا ربع. كملت ابني وسويت العمليه بالكفيل ما كربلاء. يعني منين نجيب نبوك؟ هم عيب علينا احنا نسوان كبار نقوم ندق دروب. ليش هو مثل ما يشوف عرضه ما يشوف عرضنا احنا؟ كبيرهم وصغيرهم وماكو داعي، لازم يسوون حل. والله ما انتخب اي واحد، اي واحد ما انتخبه بعد شو تريد؟ ورحنا احنا ودقونا حاسبه على حسب الاصول، بس اي واحد ما انتخبه، هو من انتخبنا وطلع براسه خير؟ فهمني ياهو منهم، كلها صفر باليد حصان. نفس الشيء، لا تنتخبون ولا تتعبون ولا تشيلون قلوبكم. وابوك الله يرحمه. انا اطلب رواتب الموظف اللي قاعد بطال، اطلب يسوي له شغله، والشهيد وام الشهيد يعينها، بس مو مرت الشهيد ما اخذت لها رجل وجابت لها ولد وتاكل بدم ابني، وانا كل شو ماكو يعطونا 575 وين اوديهن؟ فهمني وين اوديهن؟ اضيفن بالشهاده شنو؟ وصفه للحارثيه ما يكفل. سيارة بعتها، دينت من العالم، بخس كل حال، يلا يلا صحيت من اليوم ربحت ايام طلعناه من الكفيل. زين لولا ودش والسوق ما بي شغل مثل قبل. والحسين هسه بدي اسوي نفسي انا هم مثل ابني. بس ما عندي فلوس، بيش اسوي؟ سيارة وبعتها. قابل ابيع البيت واديح لي حوالي 30 نفر بالبيت. اديحهم بالشارع؟ لا عندهم سيارات، لا عندهم بيوت، لا عندهم طرقاعة. يعني هم مثل ما انت البرلمان مثل ما قاعد على الكراسي. مثل ما تشوف نفسك، شوف الفقير، شوف الفقير، تطيح قطعة قاع، وظفة اشتغل، يعني مو مخليها بالظلم حالة، يعني شلون الحل؟ والله عمي كل شيء ما حصلنا، من الأسوأ للأسوأ، كل شيء ماكو، لا حصلنا، لا حتى بيوتنا ما حفظنا عليها من وراء، كل شيء ماكو، كل شيء ما حصلنا من وراء الحكومة هاي. هاي حكومة مال تصريف أعمال، كل شيء مال لا فائدة المواطن ولا هاي. الموظف ما سالم على روحه، المواطن العادي لا سالم على روحه، كل شيء ما سالمين من وراهم، كل شيء ماكو. والله عم نطالبهم يديرون بالهم علينا، كل شيء ماكو. احنا هاي الفئه التعبانه كل شيء ما محصلين، لا موظفين لا تقاعيد لا كل شيء ماكو. انا لا ما انتخب، ما انتخب، ما حصلنا شيء وحدنا ننتخبه. لا اروح اخلي علامه اكس على هذا وارجع، راح يبقون نفسهم. والله هم مكملين وطابخين الطبخه كل شيء بقى. ماكو شيء، ماكو لا حول ولا قوه، كل شيء ماكو، كل شيء ما شفنا. الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه فاشله، كل شيء ما شفنا، جاي ترجع لورا، كل شيء ماكو. هاي الحكومه العراقيه
يا اهل يجيك ايش ما يسوي، يا اهل يجيك ايش ما يسوي، يا اهل انتخبه ما يطلع به خير. نسوي من 2003 لحد الان ايش ماكو؟ امين العم جالس فلش بهذا العالم، ناس على باب الله جالس فلش بيهم ايش ماكو؟ الحكومه العراقيه وين انتخبه؟ يا انتخبه يقول زين يطلع، يطلع مو زين، يا انتخبه يطلع مو زين، يطلع فاشل زين. الحكومه العراقيه فاشله والله، مطالب الامان للعراق الان تستقر، تستقر على باب الله كل شيء مريض. الحكومه العراقيه كل شيء مريض، بس الامان والخير والعافيه. ايش سوينا رزق العالم؟ العالم قاعد الشباب. والله كل شيء ما حصلت يا قلبي، كل شيء رويت به وكانوا قاطعينه. وهسه اليوم الحمد لله، احمد الله وشكره، اليوم ردوني راتبي. وعندي ولاد وعندي وابوهم متوفي، وكل شيء ماكو غير رحمه الله. والحمد لله والشكر، ونريد الستر من الله واهل البيت. نريد نريد مزوده رواتبنا نعيش اللي ورانا، هاي هي. والله كل شيء ما نريد. والله استلم 195، استلم 195، كنت استلم 400 520، هسه قصاني فرق كل شهرين. اي والله، والله بدالك الله، لا علاج لي ولا لجهالي ولا لعيالي ولا كل شيء. يوم وثاني يوم طلعت منين ماكو. والله اريد الله يهديهم علينا، يزودوا رواتبنا، ينطونا الستر والامان، الامان والرحمن. نريد الله يشفينا شر كل من بيشار، يشفينا شر كل مكروه. والله كل شيء مر ان شاء الله، انتخب ان شاء الله. والله اني ايش تنتخب العالم، انتخب انتخب غير هاي الوجوه. كل شيء لا وفروا لي عمل ولا امان ولا كل شيء، ولا كل شيء ما وفروا لي، ليش انتخبهم؟ ما انتخبهم ان ما وفر لي امان وشغل وعيشه وش اسمه، ليش انتخبهم؟ ليش انتخبهم؟ كل شيء ما سووا لي، لا انطوني مثل ذاك اللي يقول عشت مثل العالم، عشت عشت الضيم. شنو اللي ايش كاسبته اني؟ كل شيء ما كاسبه اني. يعني كل شيء ما حصل، هذا الشعب كله جائع. تعيينات ماكو، خريجين موجودين هسه يشتغلون بالسوق، يشتغلون يعني كل خريج جامعه معاهد. انا بالنسبه لي خريج معهد، تخرجت بال 2000 ولا حدا ماكو تعيين، واذاك تعيين تعرف الموضوع كله لازم فلوس. ماكوش ما حضر، طلعت لنا صفحه طائفيه، صفحه داعش، وين انت هذا المسلسل ما نعرف. اذا اشوف هاي الشباب كلها قاعده تشتغل باليوميه، اقل يوميه دخل واحد 15 10، شو السد هاي؟ ما السد اي شيء. شنو التالية ما نعرف، لو أن نوصل هالمرحلة بعد. احنا صعنا انتخاب بس راح تغير الوجوه، بس الكواليس تختلف، نفس الوجوه بس مجرد تغيير لا أكثر ولا أقل. يطلع واحد يجي واحد مكانه، شنو تغير؟ إذا ما ظلوا نفسهم غيرهم نفس الشيء، ناس راح تساعد ناس، حلقات متصلة لا أكثر ولا أقل. فقط حصلنا الأذية والتعب من يومهم. أما إذا نريد نحكي على هذه الخدمات فماكو أي خدمات. هسه إحنا كنا مواطنين وقاعد نشوف، إذا مطرت فاضت المناطق والمجاري فاضت، أبسط شيء ماكو من الزحامات، تقاطع مرورية، أمن، الشرطة يحتدي على المواطن، أي حقوق ماكو، لا حق المواطن، لا احترام الجهة العسكرية، أي شيء ماكو. أما خدمات فقلت لك هسه تجي تشوفينها بالسوق، يوم نشتغل يوم ما نشتغل، يوم محاربينه كتهجير، تجي الأمينة لازم كل من يشيل. حسيتي مثل ما الدورين شيء صحيح، أوفر 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 أعمال هذه الأيد العاملة، الآلاف مؤلفة قاعدة. هسه أنا واحد من الناس، أنا خريج إدارة واقتصاد بكالوريوس محاسبة، زين كل شيء ماكو. أحكي أدور على تعيين، يحكي وياي أقل شيء قال لي 80 ورقة 50 ورقة، أنا إذا عندي 80 ورقة ما أجي. تروح على الشركات الأهلية يقول لك أقل شيء لازم عندك مهنة 5 سنوات، متمرس على هذه 5 سنوات، أنا مين أحصل مهنة 5 سنوات؟ إذا أنا عندك مهنة 5 سنوات ما أجيك، صح لو غلط؟ فنتمنى إحنا إن شاء الله بجهودكم وجهود العالم البقية توعي وتنتخب وتختار اللي صح، وتبتعد عن هذول الهسة اللي من 2003 من بعد السقوط إلى الآن دائما نفس الغلط. فأريد التجديد إن شاء الله، وإن شاء الله نختار
والله ان شاء الله كان كمواطن عراقي طالب اول شيء اللي هي الحقوق اللي كل الشعب العراقي يتمناها، اللي هي توفير الخدمات، توفير الامن. هسه واحد من العالم تطالع ما مأمن على نفسك بالطريق زين. بعد اللي نتمناه هي توفير الخدمات، توفير الاعمال اليد القاعده، وبعد الله كريم الله يوفقنا ويوفقكم. اكيد اكيد لازم انتخب، اكيد لان انا اذا انتخب اكيد او انت تنتخب وغيري ينتخب اكيد نغير نحو الصحيح. فلازم ننتخب ولازم نصعد وجوه جديده وما نغلط نفس الغلط اللي غلطناه سابقا، نفسه يصعد، وان شاء الله بهذه الانتخابات ان شاء الله نوجد الحل. لا اكيد ان شاء الله يتغيرون زين، بس يعني هي يعني هسه احنا المتعارف عليه واللي نشوفه، تنتخب ما تنتخب هو نفسه صاعد، نفس الاحزاب ونفس الكتل ونفس السياسيين. يعني بين قوسين نضحك على نفسنا احنا، بس ان شاء الله احنا قلت لك لازم نأدي صوتنا في سبيل نغير من حالنا. والله كل انسان معتمد على نفسه ما حصلنا شيء. يعني عيشتي انا مطلعها بنفسي، كل شيء ما محصل. لا قطعه ارض، لا راتب، لا خدمات، لا مجاري، لا يعني هسه ابسط الامور اذا مطرت في يوم المتتاليه شوف حال بغداد انت شلون تصير. والله بس يريد الامن والامان ودير بالها على الفقير. الشعب ما يسوي شيء، الشعب نايم ما يحرك ساكن. والله ابو علي الموظف ما يطلع اللي راتبه مليونين ثلاثه، العسكري اللي منتسب، ابو الداخليه، الامور، الناس اللي بالاحزاب هاي ما تطلع. الفقير من يشوف هاي العالم ما تطلع هو ما يطلع. يقول لك شو اسوي انا؟ خاف اتضرر، خاف انضرب، خاف يصير بي شيء. الحكومة العراقية ما شفنا من عندها غير بس التعب بالظلم والبهدلة. أول شيء بالحشد الشعبي أعطانا ضحايا وأعطانا شهداء وأعطانا جرحى وماكو فايدة، ما حصلوا شيء. يعني سروح للحشد الشعبي كل شيء ما حصلوا. حقوق الجرحى والشهداء رغم اللي الظروف اللي مروا بها القتال والمعاناة اللي عانتها العوائل وهم نفسيتهم اللي الحشد الشعبي، اخير شيء طلعوهم شمروهم. يعني من خلص من عدة الواجبه، خلص من عدة القتال، شمره برا، ما حصل من عدة اي شيء. هاي واحده. نجي على الخدمات، خدمات حاله يرثى لها، لا خدمات، لا مي، لا كهرباء، لا عمل متوفر للخريجين، لا اي شيء. ماك يعني نهائيا حكومه بس شخصيتها تستفاد، بس هو اللي بالدولة اللي لازم الحكومة هو فقط يستفاد من عندها، ولا المواطن ما حد يهتم به لا بالخدمات لا بالظروف الأخرى لا بالصحة لا بالصناعة لا إيش. يعني زفت. هو الصناعة هم اللي خلصوا على الصناعة، هم اللي دمروا البلد. النفط وين ثروة مع النفط وينها؟ كلها بيد الحكومة. صدقني ماكو لا مستفاد من عندها لا المواطن ولا اي واحد مستفاد من عدها، فقط هم الحكومه اللي مستفاده من عدها. هذا يعني ماكو اي فايده، ماكو منين ابدا وياها من العمل اطالبها، ابدا وياها من الحقوق اللي سرقوها اطالبها، ابدا وياها من حقوق النفط اللي ماخذيها صار اطالبها. يعني ما منين ابدا وياها؟ من كل الجهات هي مطالبه الحكومه العراقيه، لان ما قدمت شيء لهذا المواطن الفقير، ما قدمت لاي شيء بس مصالحها فقط. والله يا ريت ان اطلب من الشعب العراقي من هاي خلال قناتكم الكريمه ان يسوون تغيير بهاي الحكومه. بلكي وعسى ان تجينا حكومه غير هذه شويه تنقذنا، لان هاي حكومه فاشله ما بها اي انقاذ للشعب العراقي. انتخب بس ما انتخب هاي الوجوه اللي نفسها بالحكومه. انتخب وجوه جديده عالم شرفاء تشتغل على البلد، عينها على البلد، حرصها على البلد. بس هاي الحكومة ما انتخبها. هاي الحكومة أنا أحكي لك هسه على كل الشعب العراقي، على كل الشارع العراقي، إن هاي الحكومة هسه علامة أكس عليها. ماكو انتخابات لهاي الحكومة. ونطلب من خلال قناتكم الكريمة الشعب العراقي إن يكون يصعدنا وجوه جديدة، وجوه تكون من نفس البلد،
مو اللي كان خارج البلد ويجي يصير بالحكومه، نفس المعاناه تكون اللي نعانيها كان بالنظام السابق، هو نفسيته معانيها بالبلد. على مود يعرف معاناه الشعب العراقي واشتغل بصوره صحيحه. احكي له ارد اطالبهم هسه احنا منتجات نفطيه، وين الاموال مال المنتجات النفطيه؟ وانا من المستفاد معدها؟ انا احد المواطنين، شنو المستفاد معد النفط؟ واحنا اهل النفط واحنا اهل الخير، واحنا العراق يحتوي على هوايه مصانع وهوايه غير النفط، هواي خريجين جاي يشتغلون، اللي يشتغل حمال واللي يشتغل لازم عربانه واللي يشتغل بسطيه واللي هي الخريجين العراقيين يعني ماكو بعد، لا خلونا طريق الى اي شيء. دراسه العراقيه انتهت، الوظائف انتهت، يعني المفروض هذا اللي خلص عمره بالدراسه ويدرس وقدم وتعب اخير شيء يجي يشتغل حمال، ما صاير يعني. كل شيء ما قدمونا، بس ضرينا وكل شيء ماكو زين، نفع ماكو، كل شيء ماكو، الله وكلك السوق سقط زين، ما ذلك كل شيء ماكو زين، لا راتب هسه الشهاده كل شيء ماكو، ما حد يستلم بيها، حتى البطايده ولا شغل المواطن زين، من 2003 اليوم كل شيء ما حصلنا زين، وهذا شوف وضعه زين، كل واحد هسه دول اللي يشتغلون بالعربانه كله شايد وكل شيء ماكو زين، كل شيء ما قدمونا، قدمونا وينه؟ اريد نشوف قدمونا اياه كل شيء ماكو زين، اعطيني شيء قدمونا اياه ونقول يابا اشكرهم الحكومه، كل شيء ما قدمونا احنا، وهسه يوزعون معلبات البارحه على مود الانتخابات، يا انتخابات عمي لما برقبته اللي ينتخب هذا اليوم زين، على مود الانتخابات نجي ننتخب كل شيء ماكو ما نحصل، لا هم نفسهم يبقون نفسهم ما يتغيرون، هم نفسهم الحكومه نفسها كل شيء ما يتغير شيء زين، راح كل شيء ماكو من 2003 لليوم كل شيء ما حصلنا، الله وكيلك زين، شو طالب كل شيء ما طالب، هم حسب الله ونعم الوكيل على كل ظالم زين، بس هاي اللي اقولها، خريجين اخويا كلهم عرباين الله وكيلك، شوفهم ذولي كل عرباين تشتغل، كل واحد شهادته زين، كلها عرباينه وكل شيء ماكو زين، كل شيء ماكو شايد، لا قاعد تشتغل بالعربان كلها شايد الله وكيلك محمد كفيلك زين، قبل كانت شهاده لحوبه، هسه شهاده ما لحوبه زين، قبل كانت شهاده من تاخذها لحوبه كبيره، هسه الشهاده كل شيء ماكو، دول عطانين بطانين يشغلون عمال الله وكيلك. والله بس الدمار والفساد والسرقه، هم جو ذولا يعني اللي قتل الشعب العراقي مو لجي يخدموه، يعني ما سوينا شيء، راح طاغيه اجى الف طاغيه ما يتغير شيء، والعراق من سوء الى اسوء، ف حتى هاي الانتخابات ما قاعد نتامل يعني هالقد ما صار عندنا احباط، يا ليجي راح اسوي هيك راح اسوي هيك راح اسوي هيك، وكل شيء ماكو كله كذب بكذب، يا ليجي الحزبه والجمهور بين قوسين، لان كل حزب مجيش له كذا عدد، من يستلم الوزاره يجيب جماعته، والحزب الفلاني يجيب جماعته، والعالم الفقراء واقعه بيها اللي لا حول ولا قوه، لان هم ما جايين لاجل مصلحتهم، والدليل عندك 2000 موازنات 2014 و2013 اللي موازنه الانفجاريه 140 مليار وتسليم ثلث الاراضي الداعش، يعني هاي دليل على فسادهم، اللي قاعد نشوفه تقريبا نقول تغيير في 30%، ما نقول يعني نسبه كلش قليله، لان يعني هم تابعين كلهم الاحزاب، يعني ما يعني هم دول المرشحين مال الاحزاب، يغير لك بس الشكل، بس هو كعمل وهاي لا نفسه الشغله ما تعرف، يعني هو دي يقول لك انتخب الاصلح زين، انا انتخب الاصلح، هم دي يوزعون، هم اصلا القاسم الانتخاب دي يتوزع على رئيس القائمه، يوزع يخلي مثلا يجيب الفاسد الاول لعل الاصوات من شيء يخلي الفاسد ماله ها تسلسل الثاني والثالث، طبعا هو حيفوز، مثلا سعدك عباس البياتي، اكو واحد انتخب عباس البياتي تسلسل الثاني، العبادي الاول عباس البياتي الثاني اعلى الاصوات، اللي عباد اللي حيجيب له مثلا نقول مثلا مال 10 كراسي، من حيفوز؟ اللي حيفوز عباس البياتي، يفوز خالد العطيه،
هذول الشعب ما ينتخبهم، بس غشيت أمبيت هو القاسم الانتخابي اصلا السيستم مال العمليه الانتخابيه هو فاسد. ليش هم ما يخلون مثلا اعلى الاصوات هو اللي يفوز؟ لا، هم يخلون تسلسلات، فهم غصبا ما عليكم ما حيفوزون. شيت أمبيت والدليل المفوضيه ليش ما تتغير؟ هم ليش ما يقبلون؟ جا صارت مظاهرات، هاي اقتحام الخضراء اللي هاي ما يقبلون، ما يقبلون. اخويا العراق مقسم الى احزاب، الموازنة مقسمة، الحزب الفلاني يجي ياخذ هذا التيار بدون استثناء، ما استثنى واحد. اخاف جزء عالم تعرف انها تطلع مظاهرات تبع مثلا جهة دينية او هاي، لا كنا نطلع من اجل التغيير الواقع. والله بصراحة كسر جزء هنا العالم تعرفني انا وشخص عندنا هنا مشروع اسمه كافي اليتيم، فيعني من زمان يعني لحد الان يمكن يجون اربع مرشحين كنت ما اشوفهم. اذا كانوا عرف يعني من السابقين ومن الجدد ارضوا عليه حتى مبالغ، لان يدرون بياني مثلا شلون تقول مو عندي شعبيه، انما عوائل هوايه اصوات، يعني تصير حتى مساومات البعض واحد عرض عليه 10 مليون بحيث يعطيني لي قدام، بحيث شنو ايش يشتغل هذول الفقراء اللي عندي الايتام اللي ساعدهم، يقول لك ذول هذا ما طول يعطيهم صار سنين يثقون بي، من يقول لي روح انت قبل اني راسا كلهم ذول طردتهم. وانصح الشعب العراقي اللي يضحك عليه مثل ما صارت، خلينا نسمي الاسماء بتسميات يعني كافي 505 الشام علينا، احنا جبناهم بصراحه احكي لك، احنا مشتركين بالاثم، احنا جبناهم نصبناهم، بس كافي 12 سنه ومنك بنص ويحى 35 سنه حكم العراق، فمن دم كافي دمار. هي هاي نقول احنا الفرصه الاخيره، احنا ما نقول حيصير تغيير 100%، لا انا اتوقع قلت لك حسب اللي نشوفه اللي الشعب العراقي كله صار سياسي ويفتن بالسياسه، التغيير حيبدي نقول خطوه خطوه، شعب لا حول ولا قوه. هسه تدري يصير الناشطين اللي يتظاهر ما عدا قلت لك نحشي طق بطيكاف، عندك مثلا المظاهرات مال منطقه خضراء ما يوصلون للناشطين مال التيار، لان يعرفون القوه اللي مثلا مستمد هاي، يخافون ما يحتكم بهم اللي يقدر يعتقله، بس الناشطين دي يعتقلون المدنيين، يعني هذا لا حول ولا قوه، احزاب موجوده بالشارع اسلاح، هذا اقل شيء يقول لك العالم تخاف مني، دي يصفوهم بس بطريقه اخلاقيه، اما بدعوه كيديه اما 100,000 طريقه، البلد يعني قاعد ينتهي من سوء الى اسوء. واحنا يا اللي يجي بس حكي، خو سمي الاسماء، مثلا تقول السلم ثلث العراق من هو؟ من كان قائد عن قوات مسلحه؟ انت بديك لا تقول لي كان مشترك، تجي تقعد وياهم، انت جبتهم، انا عينت عبود قنبر لو علي غيدان غير قائد عن قوات مسلحه، من تقول عليه فاسد حاكمت لي اياه؟ انت بتجاوبني اذا محاكمه اقول لي والله عليك انت جبت ذبيته بالسجن. فلاح سوداني باق ما باق اشترى نادي حتى انجليزي نادي درجة رابعة، من يقول هو علي أفقر واحد اشترى نادي انجليزي درجة رابعة ورفضت الحكومة البريطانية، قالت لي ان اموالك التهاية مال يعني مسروقة، اموالهم بالخارج عوائلهم بالخارج، يعني ما كافي عاد يا اللي يجي هاي يقولون احنا المحاكم هاي. طبعا المحاكم مدحت المحمود من جاب المالك، خلينا نكون واقعيين، القضاء بيديهم، القضاء مسيس اليوم، انت اذا جيت تحكي تصفى يقول لك هذا وين هذا عنوانه كذا، قم على الاقل ما بيدك اذا ما قلت لك يرتب لك فد دعوه بانه انت فد مجرم، مو قامت قعدت يابا هذا طلع فلان حكى علينا ترى هو هذا مجرم طلع كان هاي، ويصفون عليك المي بس بطريقه اخلاقيه. احنا ما نقول لك نتامل التغيير 100%، لا نتامل شلون تقول فد نسبه شويه، يعني اللي يبوق مليار خلي يبوق له فد 500 مليون وشويه يلتفت لهذا الشعب. ويقلدون على صدام، بالمناسبة الحصة التموينية صدام حسين كان يعطي 21 مادة يقول عليها طاغية، ما نريد نحكي بعد جماعة رفح ما رفح اللي بالمليارات اللي بطن امه هاي ما شاء الله، يعني الشعب العراق كان كله سياسي، الموازنة كلها لهم. والله هو يعني اول ما طبوا الاحتلال الامريكي وطبت يعني الدوله الجديده صار تفخيخ واغتيالات وكتل زين، ومع العلم يعني بس الرواتب زادت بس كتل واغتيالات و والفساد زاد هاي الفترة، يعني كله بالمليارات دولار يسولفون زين، فساد هواي فساد يعني بالمليارات، يوم يطلعنا على واحد فساد ومو ملايين عراقي يعني بالدولار، كله يحكي لك بالدولار زين، صحيح متزب بالشرطة المحلية يعني على الداخلية والله 450، لأن يقول لي تموثنا الواجب
نزلت من الواجب وصوبت، يعني نزلت من الدوام باستراحتي صوبت، فما حسبوا لي راتب مال اثناء الواجب، لا قلت مو اثناء الواجب صوبت، من نزلت من البيت. فما مو اثناء الواجب واحد يختلف. لا والله ما تكفي، يعني انا قاعد بيت ب 300 ايجار وعندي بنيه، عندي مره حرمتي واثنين جهال. زين والله تقاعد 450 وانا اشتغل هم ويا صاحبي ومدبره والحمد لله. شو تسوي؟ والله تستحق الاكثر المفروض، هي المفروض اقل شيء، حتى لو مو اثناء الواجب، يعني بالاستراحه على الاقل يسوي 750 هي تقاعد. والله المفروض والشعب ما غير، يعني الشعب مظلوم، ما حد يعني يسولف، ما يسولف ما حد يعني يطلب، يعني يسوي له طلب، ماكو مظاهرات، ما يعني العالم حتى بالطال، يعني حتى بالمظاهرات ما يعني قام يواجهون المتظاهرين بال يعني بالعنف وبال تدري يعني طلقات، يعني ما قبل سنه كل ما 12 او 13 مظاهر ساعه التحرير، 12 واحد 13 واحد نكتلهم رصاص حي، مو هيك لا مال دموع مسيل دموع ولا هاي رصاص حي، يعني قام يضربوا على المتظاهرين قبل سنه ما 13 واحد. اي فحتى المظاهرين يعني ما حد يحترم المظاهرين، يعني كلمه حره بالعراق تعبانه، يعني ماكو اي ما ديمقراطيه، بس بالاسم ما عندنا ديمقراطيه بالعراق، اي ديمقراطيه بالعراق ماكو، يعني كل من عنده حزبه وحمايته وشخصياته ماكو، يعني حتى المظاهر من يطلع من التظاهر يعني يواجهونه بالرصاص الحي. تفديهم شفتك مسؤول ما يطلع بالشارع غير بس باثناء الانتخابات، بس باثناء الانتخابات شوفه يجمع الجماعه ويجمع عشره فلان ورئيس فلان، بس من ينتخب وينجح بالانتخابات ما اشوفه بعد، تلقاه بخاطر البيت خضراء ومسجل خضراء ماكو. هو هاي بقول لك انا فزت بعد شو اسوي بالشعب، بس من نص الانتخابات تلقاه 24 ساعه يمشي يفتر بالشوارع. دعايه انتخابيه احنا متعودين عليها، كل اربع سنوات يجي هنا يجي قوائم صغار مات هذه منتخبون وانا بخدمتكم، او يسوي له فد اجتماع كبير او تجمع قبل الانتخابات بشهرين بثلاث شهور، ويظل عادي يصفط علينا مثل بعد يقول هذا اسوي لكم اخدم لكم وراح ابلط لكم الشارع واسوي لكم المجاري وان شاء الله وما يكون لخاطركم طيب راح اسوي لكم صوصيف، بس من تنتخبه يفوز بعد ما اشوف اصلا، حتى من تدق عليه موبايله مقفل. ما متعودين عليه العراقيين، صار لنا 14 سنه. والله كل شيء ما قدمت لنا، بس الدمار والانفجارات والقتل، سوق ماكو، شهداء، زين الايتام والارامل ترسن السوق والشارع. والله قول الامام علي عليه السلام لا خير في رجل يعثر في حجر مرتين، فاحنا بالنسبه ان جربنا هاي من ذاك الزمان لهذا الزمان نفس الوجوه، فما تصور راح تتغير. مؤكد لا، الحمد لله. السبب ما حصل الشيء من هاي الدوله، ناس احنا كسبه نطلع نشتغل ناكل، ما نشتغل يقتلنا الجوع. والله مطالبنا احنا بالدرجه الاولى الامان، زين، وتوفيق العراق، زين، ويجينا حاكم نظيف طاهر يحكم هذا البلد بسلام، طائفيه ما نريد، زين، هذا اللي نريده. شنو اللي نريده استاذ؟ كل شيء محصن، الفقير بقى فقير، واللي يلقط قوطيه يلقط قوطيه، فد هم الاحزاب وربحهم هم اللي استفادوا وصعدوا. مطالبي اول شيء الامان، ثاني فرص عمل، مو انه لاولادنا، ماكو اولادنا اذا مو تدخل بحزب ما تتعين. استاذ السوق كلش تعبان دباع عليه، اذا مطت الدنيا كل تدخل عليها، غراضه كلها تتبلل وما يستفاد شيء. ومثل ما قال الاخ اليوم طلع باع على حاجه اكل لقمه، ما باع قاعد هو اولاده بدون، ويجيك الاجار وبالمولده نفس الشيء. هم ليش خلونا نفتح بسطيات وبعدين جو فلشونه؟ هو قبل انتخابات لازم يوفرون العمل، شو قاموا يفلشون بالمتجاوزين؟ وليش بتجاوز؟ هو غير حتى يريد يعيش، ليش هو بنا بيت بالتجاوز؟ غير عن ما يدفع الاجار، هو ايش قد بنا ب 20 25 مليون، حتى يقول لك ابقى 15 سنين ما ادفع اجار، هو نوبه البلديه وهدمته، هاي قبل انتخابات، هاي فرصه. شو راح ننتخبهم؟ هم نفس الوجوه راح يرجعون نفسهم، الا شنو اسماء جديده مغيره. حط له وجه جديد يجيك نفس الطاس ونفس المنشاس. اني
انا ما انتخب، اروح اخذ البطاقه الانتخابيه اضمها بجيبي، لان انا جنابي متقاعد. خباتي يقول لك انت ما نعطيك تقاعد لان انت ما عندك ورا. اما ما انتخب والله ما انتخب، والحسين ما انتخب، واللي انتخب هذا فقط له تقاعد. اول التقاعد اليوم 4 بالشهر، وجايب العلاقي وجايب الهويه. جنابك بقى شوفه، خالد تقول كذب. هاي الهويه شوفها، والمراه والمؤجر والمولده وبالانترنت انتظرني، وماكو يوم 4 بالشهر وماكو راتب. شو وقت ينزل راتب؟ الله يخليك، هو لازم من يوم واحد ينزل راتب. وين اشتكي؟ عد من اشتكي؟ تسوقات الشاقه، انت اول واحد تعرف الشغله. اشتكي عد من اشتكي؟ اشتكي عد الله، اهم شيء هذا الله، هو ياخذ حقنا. كل شيء ما حصلنا منهم، نفس المنهاج يومي، لا حصلنا شيء من عدم ولا هاي، وهاي وضعيتنا. وشو السوق والعالم كلها يعني تعبانه، ده تسوى يوم على يوم يعني اكثر. والله مطالبنا الامان، والعالم هاي نعيش عيشه بغزق حلال نعيش، هاي كل شيء ما اريد بعد، لانه ما بيها فايده. نحكي يوميه، نحكي نفس الشيء يوميه يعني، وماكو بعد يعني ما يفيد. كل العشم يوم كل من ملتهي ببوقه، وما قاضين كل شيء من عندهم. لا اي واحد ما ننتخب، لان ماكو فايده. انتخبنا وجونا وقالوا احنا وبيكم خير، وتدللون نفس الشيء. كون نفسه هو وعائلته وقرايبه وعافوا العالم. والله فاشل فوق فاشل من 2003 ولي هسه اللي قدموا شنو. اجت أميرة بغداد تبلش بالبسطيان، سووا المجاري العالم الفاضي. وين لا مجاري لا خدمات لا كهرباء، وين الفلوس؟ محافظ الاعمار على الدواي يعني لا عز ولا دنيا. وين الفلوس؟ واللي يقول فاسد، واللي يقول هذا فاسد ذبوه. والمثل هذا ابو السماوه زين، هذا باسم خيشان اللي جابه ذا باب السجن. ان شاء الله تم ولا ترجع ولا واحد، بس جاني يروح دقني انا اروح، لان ستباوع عليهم نفسها. بس انا اقول لك بدلوا هاي الكتله وبهذا الشخص نفسهم. الله وكيل، تقبل ما تقبل اخذ الارنب، غزال ما موجود. انت شنو مطالبك؟ مطالبي ما لا حد ولا الاسد، وانا مطالب شنو قدمته العالم حتى انا مطالبي. أنا عندي واحد الكتل صار سنتين المحاكم ما صدروا قرار. المطالب شو؟ شو المطالب؟ ماكو لا قانون لكم ولا حكومة ولا كل شيء. لا كل شيء ماكو الحمد لله جبناه. لا لا ولا تعين واحد وانت كل شيء ماكو. أي تعين واحد لو يروح المهنة الموت، لو يشتغل بالأمانة ما يطول راتب. هذا بالعراق موجود. شو نستطيع؟ عندك معمل يشتغل، عندك صناعة، عندك تجارة، عندك كل شيء ماكو ما ضل الحمد لله. وين يشتغل؟ أنا لا عد دجاج ذني، لو أطلع له خبز لا ماكو. الله شاهد رخيم. ذيك الانتخابات كانت الصوبات، هذه انتخابات الطوبات طلعت. سوون ملاعب خماسية وطونا أصواتكم يفترون البارحة. انتخاباتها ما تعمر بعد كل شيء. الله وكيل، لا اسلامي ولا علماني ولا كل شيء ماكو. والله لم ينجزون اي خدمات في البلد، مجرد اشاعه الفوضى في كل مكان، مناطق مدمره، خدمات ماكو، كثره الشهداء في حرب هذه اللي هم اصطنعوها، في كثره الطائفيه ما بين العشائر والمناطق والطوائف. هذا السبب يعني يعود بالخدمة لهم. يعني شباب العراق 3/4 انتهوا يعني بهاي المعارك، يعني خير الشباب العراق انتهوا يعني استشهدوا. أرامل بكثرة يعني، أمهات ثقالة، مجرد يبوقون فلوسهم برا
كل ما عنده 3-4 جناسي شو وقت ما طقط الشغلة عليهم يفلتون. على كل مواطن عراقي شريف يعني يجب ما ينتخب ذول الموجودين هسه بالساحة الانتخابية. أي حزب إسلامي إذا كان شيعي أو سني أو كردي موجود الآن من 2003 لحد هذه اللحظة يجب أن ينزاحون عن الحكم وانتخاب وجوه جديدة إن شاء الله. كل شيء ما حصلنا نريد مزيدة رواتبنا. إيه زودوا رواتبنا 200 شيء سوون كل شهرين. إيه هاي كل شيء ما حصلنا من الحكومة 195 كل شهرين. كل شيء ما حصلت. أنا خريج طبعا خريج مع إدارة خريج مع الإدارة من سنة 2003 مصار السقوط قدم لي التربية مرتين طوني 4 وصولات رحت عليهم قالوا ماكو إلا تنتمي الحزب. يلا هاي الشهادة ذبيتها بالبيت وعفتها قلت إلا تنتمي الحزب. إذا ما تنتمي الحزب ما حد يعينه لو بفلوس غير ظلمهم بس هاي فلوس أقل شيء 20 ورقة على التربية. شيخ يعني يشتغل هاي الشغلة ما يتعيني ماكو سواء قاعد يتخرج قاعد يعينوه قاعد العالم تتخرج يدبون بالشارع ماكو تعيين بس ولد المسؤول ولد الهاي عينه.